انا مريح دماغي. انت عارف احنا هنا يعني تقريبا احنا تقريبا في الدور الكام؟ احنا في الدور العاشر. العاشر يعني احنا طلعنا اربعة دور على رجلينا وحوالي ست سبعة كام دور على تمن ادوار. تمن ادوار الغية اللي انا برضو لحد دلوقتي مش عارف هنزل ازاي. دي الدور العاشر اللي انت كده اخر دور اللي احنا قاعدين فيه ده الدور العاشر. دي تقريبا احنا قاعدين تقريبا في حتة من اعلى مناطق من اعلى مناطق الجيزة. حمام بقى والقعدة بس ايه رأيك؟ خيال خيال وشاي والسكر وكل حاجة وكامل شايك هنا بعمل شاي هنا الكوبايات بص يا جمالك والشاي اهوت انت حد جميل والله يا عم حبيبي حبان حبيبي خد يا ايمن عندهم بيطلع لك اصحابك هنا بقى العزيزين عليا بس العزيزين عليك بس ما بطلعش حد البيت دي كلمه لها عباره ولها معنى ما بطلعش حد البيت ده. الناس اللي الناس اللي هي اللي انا بعزها ودخلوا بيت ودخلت بيتهم وفي ثقه انت اصحابك كتير برضو طبعا اصحابي كتير بتتقابلوا كل قد ايه بنتقابل والله ساعات كل يوم ساعات كل يومين مش شرط يعني بره بر وبتسهر وكام وبسهر بقى الناس بتسهر ولا بتنام بدري لا انا من عشاق السهر اساسا بالليل احب اسهر لا اما اسهر بره لا اما اسهر هنا مع بلال بلال بيطلع ياخدني نايم من هنا يطلع يشيلك وتنزلوا سوا بيطلع يشيلني وانا نايم لا والله لا والله لا اخوك يلاقيني نايم ما لاقينيش تحت يقوم جاي محمد فين يقولوا له فوق يا نهار ابيض يوم جاي طالع طب هو لسه ما نزلش طب انا طالع ده الكلام ده الساعه كام؟ الساعه 12 الساعه 1 12 بالليل؟ واحدة بالليل؟ واحدة بالليل وعلى الارتفاع وعلى الارتفاع وبنام هنا مع نفسي بس انت حياتك اتغيرت قوي يا عم محمد ليه؟ انت شايفها اتغيرت للاحسن ولا الحمد لله للاحسن الحمد لله انا والله بجد سعيد جدا بيك والله وانت شرفتني يا حماد وبقولها لك تاني مره صورنا كتير ومحدش تلاقي قاعده القعده دي وانا صورت كتير وما كنتش كنت قلقان ما تتراش ولسه النزول اقوى اقوى ربنا يستر واحنا نازلين لا اشيلك على كتفي وانزلك على طرف اشيلك على كتفي والله انا عايز اذا كان انت كنت عايز اربط عيني والله حد اذا كنت انت اذا كنت انت طالع قدام مني وانا طالع وراه وانا نازل انا مش عارف هنزلك قدام مني وانزل ورا انا او انزل قدامك وانت تنزل زي انا بشكرك يا عم محمد على ايه يا قلب انت شرفتني انت والاساس ده الجمال احنا اللي شرف لينا والله والله انت شرفتني انت والاساس ده الجمال واقسم بالله ربنا يعزك يا رب حلو كلمه للناس اللي هتشوف الحلقه دي كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ودخلت رمضان علينا باذن الله سنه سعيده عليكم على امه محمد ورمضان مبارك 2022 اخويا محمد محسوب